بسم الله الرحمن الرحيم. القادم من المناطق المحررة مخيمات العز والكرامة، على أن جئنا ونحن في أجواء مثل على مرتاحة وأجواء جميلة، نظرا لما رأينا من شفافية المؤتمر وشفافية الندوات التي وقعت على الهامش، على أن جئنا رسالة لمناطق المحتلة ولجماهيرنا في المناطق المحتلة، هي رسالة كانت مفادها هي نكران الذات، هي التضامن، هي مثلا على أنها التعاهد على نيل الاستغلال بدون تبعية ودحر المستعمر المغربي والدخيل بالقوة، بقوة الوحدة، بسلمية الوقفات، بقوة سلميتنا. ويجب على كل صحراوي صحراوية يعرف أن الشجاعة لا تعرف المستحيل، وأن كل شيء يجب على 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 كل فرد من الصحراء أن يتمسك بقضيته ويتأسد في نيل حقوقه ويتشرب من قضيته كي يصل إلى الاستقلال وإلى الحرية وإلى دحر الدخيل وكل وطن أو سبع.